كنتي وانا وراكسان ميل كاستو جوجتان وا داان على سوره دمشق جده ومر رخدنا عيار سيسو سياسه الصوماليا اركاس اسكو سريرتي اركاس اي غشاي حالده ميشي اوو خمد اي بريسا جيجي خالي لغما سيخان غروي ورا جيري دوني ويش كلي هييرو ولا صبرتو منيا معارضي محافظ كا هلكا كو بلانسان waxay leeyahay maxamed abdullah farmaajo ma tigi doona garow xar iyo wiriya weylag ayaa la taagan yahay maxay leeyahay waxa leeyahay meesha rag aftahana isugu tagayo waxa leeyahay meeshaasi kama shaqeyn doonto warqad oo madaxweynuhu ku qorto kaftan xaaladda waxa lagu leeyahay maqaar kale iska siibaya ha jumaha briya talow xilkamiyu uga degaya mustafa ajjar maxabsi baa la leeyahay ho briiska oo abdi ilay ayuu liinta la cabbi doona buuxa maxaa ka socda مقدشة محاكا صعدة حسيق محمود أحمد علي فقي حسبي أي فرن وحي قريا دالي رفر بلن وعلى وبيريا لا بقل سحتح بقل فرفر بقل مكعدو بيد مع سيهين دالي يلا قرت محاكا دالك هرا اسوي دي أدوك وشيكا سي أنا كو هيا وايا هيا كوي شيكرا من الصوماليا محمد عبد الله فرماجي حس على غير محيو قام مسيين هرمو تلكم ان ايدا مدى كان يا غوبيان مالين كاست حرمو دي جوبوين كا يا غدو غدا اي جوبوين كا مكيا اسكله ايدا مدى ما ام صومبا مس على صومالي قبان شركه هرمو تلكم يس بخين عاشوري شيكوين كاسو دبا سودينا دولد الصوماليه تو اي جاكا بديت وحنا نها ودنيين يا بدبادين كرا صومالي قلبيت مكاي أرمضة وطان مكاي شارة تكريغة اي وطين مساويل جوحة اما قبر جوحة كسو عطة او ودنية او صومالية او صومالية مدى امسن شاكوين كسو لانا دي حاجة لكن بشارة وحان او وضا يان او وضا بشارة سيقل مدو قارحان قرب جوك تقول لانتين بياشا ساعد هامر قدير ديقمت نبا صوب بحضي مو باهم تهي دول بندر قالي كالا امو dul baa lagu siinayaa waa dul dooga oo hadda aragto quruxda aad yaabayso waa dul istaraatiijiye lacag laga marro kaal dhiso baraaka ka dhiso daba ka dhiso waxa doonta ka dhiso ana ku hayo sheekadaas maantana boqol iyo lixdan boos oo waaweyn oo free ah la siinayaa qurbo joogta ninkii daba ka dhisan lahaa kii jinkad ka dhisan lahaa waa degmo dhal oo leh bandar qaali oo gaalka ay dusheeda ku taala oo qurux badan oo dooga oo hadda beero waaweyn laga sameeyay ina al shucaa maxaa waalay waa sheekada aan hayay ina al shucaa maxaa waalay ninkii ina al shucaa ahaa ninkii reeyay ahaa ree warfa isagana ma laga yaabaa inuu cabdi liinta la soo cabo مسا عكتر باكا غهرين دونا جور محمد محي اوجع لادا مصطفى عكتر شاكوين كاسودن وايا هانا كمقنا هوادي ايه ساكان سيدا اوكت فيا وكت فيا واجر تريا ساكي واكو سلامي الفنان إلا عبد الله نون وايا هاي اكو هرمري وحاوي الله بدي استمادة وحيك هاليان على مسار كما ذحوينها قصوة بلان مسار داني وحالي ليه هالكا من مادونا محمد عبد الله فرماجو محايا لي بلاني ويترب انتو وحي كالجة دايدا اوغا وحي عسون تاي رقي معارض كاها كوبو دي قول اصلا شنو شيخ احمد اخو صعودة عبد الرحمن عرش كولا اللو يلي حاس شيخ محمود يفقي هالكا كسي وجهن والي اسكو اركيا ميشا وحا دي ادونا كفتن ربك هذلا جلبها لسو الله بيا مركاتكو وحي ليهين والهالكاسي محمد عبد الله فرماجي انو تغم اخ ورنكا ما انت هدو ليا هيا ليا هاي هدو قرش ليا انو هالكا تغم اخ محمد عبد الله فرماجي محايا لك ما صار يسال ليا هاي حالات بسيدة تهي وضيقو حال ليا هاي انو هذا اللوغة قرحون هذا لك اللوغة في عن ورغد وحلقة اخرية هالكا كما شاقين يسو هالكا واميشي نمن كاسي محمود سليبان عينيكا كتشتر لهايين واميشي جوجل ايبت كتنيك لهايين واميشي لغو فدولي لها فرماجنا فدوشة مجعلة وحالين اسكو جوغ سو مهبونا وحالين يهي نمان كاسي نواد ابن الله بحا وحي كوبت بادي كرانو كاليا اني هالكا حاسا على غير قدران محايا لحاسا كا عين دادا ها وامركي يقوه الرئيسي اي مدحوين الله علي مصار وليه دور بصير موقتا مركو عليا كا عين دادا حاسا على غير هادو قدرو
لكن فرماج حتى هذوك فطمة سيريوس وهلا أقول حتى كفطمة ما ركتي بلا قدي كفطن لوتر كينج يا مك هنا يا أضقة أضقة وينو قلادة أضقة وينو حشادة أضقة وينو هاس فيريا أضقة وينو ترترع وينو هذا الخطر ترع ماشي أنا كم بحنا يسوع وعماش إمارة إنك عبد الرحمن عبد شكورها عبد الرحمن تلوي أي إمارة بحلي ما عبد الرحمن تلوي صبر الطول الدولية هاي دمانو الملها كمان نعليين أنا أقول تاجر ومه عبد الرحمن عبد شكور لكن إنك ماشي إمارة عبد الرحمن وعقب الله ويا آية القرآن وحيلة هاي حديث كاس وحولية هاي مكاسو تاريخ ده متقنا تبرت كيس وحيلة هاي أيولية هاي مكاسو حسو حقنا يا تاريخ نير ويا سوق جوجل جري مكاسو سوق يسني حساب تيس نف مكاسو كل فنيا تك نكلي ره هذا فرماجو فرماجين دو حكسي أنفس بري 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 واحد وسخ جوجي شنو شيء حما ماسو حديث يا آية سوق قبرية حسي غاي ماسو لي هاي ومانتا وحاي نوفر حدا إنو جوين غيرو الوركاني نوكو وحاي هاي تانجيدي عشور تلو بربوري إبراهيم الوحي مركاسو ندها برركسي هم عبدالله فرماجي هدو سكت جوغن وي هدو كان جوغسي سي ورونتا سي أنا يلتاوي على أي حال لابدي يسوتي ماذا وعني تسيك هالليسا والله بلمو غيرو والغو بلمي ماشو ما علي مصاب بلو سوى مصدقاء سياسة أنا وحاي نطاي فقارها على مصاب كحسوب بدل دونا فقارة سياسيات وحفالتاً يكفتاً ربك هذا لا وغضل حبا كانت الدون تهلكا نيك الدانية هاي والله ما شين دونا سيدا الله الشيخان في الصومالي ورغبين قرطة اي مدحوين الداني كوو جيسو المعاردك حسن شيخ محمود شريخ شريف يا عبد الرحمن عبد الشكور انا قدبوين للسينين وحال لي برتكولك الالي بلان برتكولك متقاناني وحال لي هاي مدحضون باك هالي كتماشي قدبوك جيدي كتو كوبا كالي وحال لي جامعاتها كقدبيانا ساسال ليه لكن كما صاريس الشيخ هذا سيدي موقت صبت حشر محمد حمل صوها عبد الرحمن ابو بصير بو صوها شريف شيخ محمد نحلي وعديست موقف كيسي هالكا سايدك هالمام حالي الشيخ شريف وحو امسنا اللي بحتويد والعقب بدنك قاتا مشارب بامي الاصار اضوق وحبس لما هايو حالي وحو لنك انا نعلم بري دول الدان وفشل وحو ما يقبن وان تقتم يا مركري حالي اضوق شريف للسوق من حالة سيفتو كلب حقش هبريسكي هبق ليس حالي هل كاسو تتاسوي هل كاسو كبيعبتي قلبك حقا وحاوي يعني كي احن يو حاس الشيخ محمود حسبي فورين حسبي عسي عبد الحمان وذو وابا كجرو مها صلاط با كجرو نكي فرتاقا كجرو مريحان ذو قلوين بضبا ماشي سوق التقي نمك اللي هجري دل جر ايو نمك اللي هجري متقعنا دل مجديد ايو كوبا هورو سعد كل ذي ولا سوته لكن ما حكى له عصب شيكون عصب وحكم إذا وحوي لا بقول سدح بقول أفر بقول بقول أي الله بير يا مالك استا سيدي الشباب كيف يدل أنت قرية لأن يرد كعلون كان لقرية أو تام حكى لجنته وحي كت لجنته هاي تاسي تجمعين كش على إن لقرية حكى لجنته حسبي وكسب بيران وحصص السعودية وبيجي يا وين كوا أصحاب الفيسبوك أما سوشيال ميديا كوا وقف كده هنا أخبار من وها جاي بحش العيه لصص أطبش ماتش لعب بالعون يا صيد لأن أنت لو قرية نبا وحوي حداد مغلق يستقري باللقاط إيو هبلو ماشي الشركة قبل ما يجي إلي يو حاسي ما شقين دونا حاس الشيخ يو نكلا شريف الشيخ أحمد يا عبد الرحمن يا ورقدي قرية نمك باشا عالم تبي قرية وحيدة هذين وحي كرنا عن مجالس مقدشو حكم السؤول نمكا هدي شير دبو عن لين نحن قلدو جيو حسنا وحا اللي بقول ايو تضبات تن اسكري ايو ايو مدو ديو قيستو قرق شدي شي احمد نوحي ووري هلا اسوغو كري تنقر وكسو الله باني نعلا شي دانكو يالي او محانا عيمو اغن الله هو اعلم حمر بان تنقى هدي شير جو جيكرو عبد الرحمن عني مو قسو كل دور طلي عبد الرحمن طل وقاسكي سياب الدعين وقاسكي ستعي عقو طبك هليا وحنا في حناق دوت مركا سايرا ولا نيكا واسكي سي عيرا دعيو فرماجو دعي حقو تو كيريا وحا وي على اي حال بحاشو سيدا موقتا هي وحا وي امينكا وي كولات سي الصوماليا حداد اوغيد قرنا سوقات ما انت ما تاغنا حداد اوغيد نين انت حلقا تا ميشا لو فرستيري هذو انيكا ساسان هميا ساس ما حس على قيري فرماجو اني حسب فرتانا سويس
والله وبالله وطلع اللي بيشيجي حالاته الكاسك شرعت مرة سيء وقصة دارك تي وحطها بليقيني مرة هذي شن كنا ويل أو لأن يريك بليس وجره ومقال دقن قرطان قرطان حسي يا أحمد الفقي وحاوي وحاحية رمش مالو بدك مكستا وقبل قابل ديار قرو ها ديار قرو باس صعودة دقال كودين حسي يا فرماجو كسو قدبي حلقي بيكو خوص لقا هردمي وكسو قدبي ما هرم حويري حسي يا حويري أساو فريد قدري أذن أقول جيران هوي مدهك لكن هبل قدرت يا مجاتيك يا ساق صول هالله يوحويري عن شورتي ذات كان لقا قادة أيانين وحوكو حسوقة أيو ورداد بو دياري حوكو راعي دياري هي لقو إيبي عن شورتا ذات كان تان جيد لقو إيبي إذن كقارن كوو أليك سدي براقي يوكا آسي ألقا سو مري حاسيا تاسو كان إقنيت لقد يوغو أدكيد أو تاريخ لنرشي سكو هالله ها مركا علي حال حالكو هالكاسو مريا واحد أنت عشان درس سمعجوس سمعجاس and oil هرين توجد درس واحد ويا شركة جينيسا أي قدرس لوسيي إن أيك خلوا مستبد سوماريا وهي جلسي أنت عصب بقول أو مركب بيجلسي أو سأو جلابنية سيد ويست أفريقيا اللي هي لح بلاد كدي بد سوماريا وحكم مهريا waa baba ba la gadiya intaas weey inta la hubo oo qof kasta la soo taagay dadka Soomaaliyeedna heesaha jaceelka ay dhageysanayaan oo dad ulkooda la boobayo meeka dad ulkooda ibadooda la boobayo meeka taasi sa meel dhiga marka waxa ka sii daran kontum balog oo shidaalka Soomaaliya la bixiyo somagaas aan oil bixisay oo la sii shir baalan ka dhacaya waa la soo imaanaya حرارت دي مصطفى عكشر باي هيسي لكن بل نوريا بان رادني جاه هو ارمتا سياد ولا السعودي ايان رادني جاه سوما قاس ان اويل شركة لندن لكن انت انا سوقي لكور مصطفى عكشر يا احمد شدي قدومي حسبي قاس كل دقي ميال حم بيس لقارين حالات دعو كاسي مرتي نينكي لعجع الكا اها ايالي لهدو عبد الرشيد على الشراع ودو قيدين ماشي كلمر جدين ساقا انك صو دي برقاس انا وكل يبوحان عين با أنت عبد محمد عمر وكسر هدي إن عبد موت معارضة أنا هين إسكو نعم حبده كذينا إلى عشرة لكن وكبت بدي مرك إسق يعني حاول كل دوينا إسكو يسنا وحوي إنا على شعاع وهل كاسو دمر ياسك إنا على شعاع متقنا لو أجا لي هذا برتا سوي لجوب أمور وهل كاسو نك أجادين هل كاسو دمر يا لكن إلى ما رنت وجاء على مركا نقيل أرادين مصطفى عكتر أنا دي وري أيدا أنا حريص وأنا رأس أقدامي نك أسوف فرصة بس صمرتي كم فايزة حقيقة أنا كهذي صرت أنا نك أنا مال أنت أسوف لي وكسر جرو يمد بحال ربي إنه هراء الصعدة ضدك ورا عليه إسعف سكوت ضدك الشقة يو دولة الصعدة استوى حكومة مشكورة يا ريع علي يوسف يا ريع عبد الله يا عبد إيه الشقي dadko dhanba abdiin la soo shaqay aad maxamed dadko dhanba la soo shaqay mid wax ku heystay iyo mid wax xoolasiyaba ha dadko dhanba la soo shaqay marka wuxuu ilaa degmooyinkiiba bedelay xamsa ku soo qabanay hadda ku soo qabanay in ikaadi marka waxa weeye dhulkiyo dhanba uu bedelay ha waxa kale ma taqaana dhacday horti ila cala shucaa isaga warkiisu qabasho ma lahun guriba ku haysta mid kale waa ay sheegay ninkani waa al-ittihaad leh cagta al-ittihaad kuna qof ragii u bartay inay halka wax marsiyaan ay abdi ilay u baray lacagta abdi nisaqi iyo hart abdi ha arxan daraado dadka ha xiro ha dilo laakiin kuwa meesha la joogay iyo kuwa ma taqaana aabba dhihi jiray iyo waxa soo dhalca ku maashay jiray انا اجر وقت حد شنو اللي يهمني ديو انا اشو او يمس اهل قيلي مركا دغالمو صوبته وحو ليهي هلا سمرو ان شاء الله تعالى ولا قيرسانيا خولها قلنكا لا الهالنيا اسغنا دبلو دسانيا جا لبا غريو نيرو كريستينا انا اجر لكن رجا كلو كسي مايو باور في 8 كي بخيجل عبد الله اللي يهمني حدنا وحو راتنيا هبل با صالح حزب سومغلي
هبل هل حير او عبدي الى يدك حير جيني محوك ديف وحبا كم اللي يفين مركي واحا وي واحا كالو مصطف انك استورك حمسان محمد ايو ايد عبدوهاب ايو رق متقانا ايد عبدوهاب سهل ايو عبد واحد سهل نك اللي عيد إيو رج مطق أنا آد أن أمسها إني هني رج جوحه أي وناك يوش شجعان ويرى هذين رند الصومالي مذا كذب حتى أنا مرضى يجهر الدوحة عندك حالي مركان سد حبيل أركي تور محمد يو ورباهين تي مطق أنا اللي جري رمي ميديا نتوك أكو هايسة عكتر سيء رمضو مش هلا أنا عبدين تجري وها ما أنت أنا مأرمة ما يلعب بحنا، سومالي يحب بانتاي، ويلكي متجوحة، أما سومالي كلش في فريدم كي يمت، وأن من سنين كل كان إني أرمو نعم ليا نعم تكره، ها، مركا ما شقينا صد إموت، محو نقطة مركا، أكثر محو نقطة. هادو الشالي كو يدي جري عبدي إلي وحاواتي تقري ما أنت نمو أرابواتو هادو كو يدي جري الشالي عبدي إلي وقبياليستي إساك ما أنتك قبيالات بنادي هادو كو يدي جري متقانا عدالة دهرو إساك عدالة بدر هادي هادو كو يدي جري إنو دادك وعلا هادلو إدادك دادكو دا متقانا شاكتي إني يهي نو لفي دادك سياسي تكاوري مادو إساكي واكاسا أو هو يدر إشستان ياري أيو قريب بنانك ديكي او قدر محمد عمر ومتقانا عبد الاشيو كيريدي او الكا عسو اريدي او عود والبو راتسدي او ابتغي ان علو وخري او يا وخي وريا ريال يوسف انا غير ريال يوسف واي غاب اسكيرا ما حلا غرا ما اسك داف سياسه حمو متقانا يا كو دحدي او دنبين وسيركيس ورفافنتو خري او مخو خريا او غدوميه غولا دخي متقانا حزبو خري او مخو خريا وحان ربي ديدي او عبد الشال ما حلا غويست انت او با لو هيستي عبد العيد كلا وحكا لو هيستي مجرين انت او با عبد الله هيستي مركا واخا وي ماشاسي واخا وي waxay u baahan tahay gabar ama wiil jooxahay u baahan tahay oo cadaaladda Soomaalima nagu hoggaamiyo oo baahnaan oromada u shaqeeya mitigareega u shaqeeyo oo baahnaan mid amhar u shaqeeyo oo baahan runtaas wi marka waxa weeye alaay xaal ninki is asil balwiil xaqad in sheegiya is asil balwiil ninki أحمد شيد قبتي مك أحمد شيد لهذا أحمد شيد وجواسيس تأرمد وين وي ما لها سك معها وسير كمالية الفدرال كوي ما لها سك معها واللي بقى أحمد حسي أمسية هاي إنه سوق قادين كو حق ولا هاي إنه جاميو صمالي قلبت يو أمسية قد يرهان شاسو أمسية هو أحمد شيد مك رونا هذا اللوي لكن سياسة حمادة يا دليا وحدليا سياسة حمادة مصطفى عكتر إيه كو دليري ماشي جوكتي هيجي وكوشا كايسالا هاكو مشان هيجي أو مانتي وكوشا كايسالا هاكو هيجي هاي شارع أو ركوى كرابانا يعني ركو عبدو هاو سيجي ولا كرابانا أنا ما وش كايسالا ما تقعد فرتي مانكا لا كاي ما كوبري عبد الله وانا كايسالا وصوت ويسالا شارع هادي شارع دليا هاي ساق ولي جروا أول فهلا دلو أدو ما ريع عبد الله وادو ولاكسين سودة وده ما حد به كوكو ده على حال بريت تجمع صو ما هذا مصطفى عكتر وحلا جاي ما تلي حلو إنه عبد إلي اللي أنت لعب وحبس اللي أنت كلعب تكلم حوي إثيوبيا وحبس كم بدل إثيوبيا وجميسي إثيوبيا وإثيوبيا إن أرسل عنا وحلايا ورباور في أي دوبه هنا دي قدرة صوصي صوما لا عبد الحكوم هي شدي عن كبقي إن آخر جامكو أنت ضد هيس أبو عبديو سي إم سي أبو فري ضد هيس وصل له ده أبا صوتي إسكالو وأبو سلام وري نودن مع المختار دائما غلي سيد هراء الصوق البرنامج كا قبل يا المريا لندن محاكا صعدة كنت
كيلومتر من وحصاصة هوتيل كليه غرادس مقالات لندن أيو شركة كدعية سم أويل مقاعدة وبدلتي شركة إسبيك سنترون شركة نروي أيها يجعل في خير قال يا سديد من أوف يا يا ما أنت مقال المقشوفة بحياة سديد أصبح أوجا منه يا فرد حصل على غير المدير الله إيوه ممكن محمد عبد الله فرماجة المدير الله يا أوجا منه يا وحين تجي مقال لندن وجو ما ضح لي قرن كمشي أي كأمين الهين قط صومالي وحي مقعدين وحي تخن الويل المدير ويجين المدير يجين وحنا كم ردتك لندن تجي يا سيد اللي شقي نكل إذا ذو حكم هذا وحيك ليهن قرار دومر دومين اللي هذا عبد الله حيدر إبراهيم حسين محمد حاجي محمد يا عبد الدار محمد يا عبد الدار وحي قراويهن حسن الغيرة قرار دومي وقاسم الجودي وزير البترول فرماجي قراويهن روي دكان يسأله فرماجي يا قراويهن مرك واحد دريمي صح إن مدحبين الوزراء ده كأي تسمع بيهن قراوي هذا وحل إيبنا هنا كاشدال كصوماليا وسندور الشدات إلى قيمة أتو جبنا الوجي بدأ يعني دت قبرة صومالية أقول له وعندما الشدات كشغل كل لما وعن وحل وعي وكلية قال دري دت أي خرابيين وجدد يقول حول العك اللي جه له الشدات كاس إلا هو قال دور الشدات لو قري لو تيكو خيرات كدلك العك خارج كدلك يلا وين دور الشدات لو هذيك الشدات إلى قيمة أتو جبنا الوجي بنا وحكي أنت في ده من برايم كدلك وشير كلية إيكس لما كيف أيوة شروا لي متوا عرفت وسق أفضي من الشركة ده هالشغل كأيوة يسوق لي وما صنعت هاي الصومالي ماشي قصة توا أكيد سان إن أكلنا من أحد الصومالية محمد عبد الله يوحينو شين وديهين هبل أسان ليالي متقنا وسيارة جناحسية هرمو تلكم وشركة وين عشوت كبح ساهي مركز أمد دولة الصومالية ساهي حرمه دي إنك ملتريجا إثيوبيا كينيا يا جوبي مالي والبا ما ممكن تجيب لنا كمهل دولة ثرا لنا كمهل ما أنتوا بحلبانية سرتك هلين أريد أنا بحلب بعيا هاي دولة الصومالية تحدي إسم مش شكل كوجين أو أه كنا سكالتون جارا سكالة هلا بالبريو إني ما لحظة هذا يو سرها كشغلة أنتوا بيك هلا أنت على سوق قبل حمسو محمد سوق قبل يا دو كوجين حمسو وحيد صقر أنت على حمسو سوق قبل وحلا ياي وهاوي شري هذه عبد محمود عمر عبد إلي إنه عين وحكة تكشف إنه نمك للرع عبد الله إني أنا أنا صار عن ميورت أنا أنا مع عاجرين تذكر مع عاجرين نمك لا أنا على شو أنا وسكوب إنه شل نمك حواها أمي سلام من السنة ودي جل عابو وفرات سوق عاجي أنا قاعد كسوقين معها لكن نمك للرع ساقو حن للرع ساقو حد أنتو صار عيتمو أما وحكة شيقو دليلو إنا على شعاع عبد الشيء على شعاع عدو أنتم مصطفى حشيقو عاد إذن كو رئيس ساقه اللي يقاني هبلي هبلي انتقادكو قشان أم فيسبوك قشان عدقو عيسان والله وبالله تلاه إساقات سياسين وحاق قانيسين قرب باط وياشين وصلحين قرب أياد وياشين إنا على شعاع قف كاستقو لاليلا فيري قف كاستقو مصطفى حشيق لاليلا هدي قف رئيس ساقه وحشيقو على ود وسيسميه وحبا مو قبل رد تسوي صارت أه مركو ش أي واحد واحتسني ذلك الرجع عبد الله أي واحتسني هديم نكاسي باورك اللود دي مشروع إذا إيمان كلا أينا على شو ها أو مصطفى تو دليله لا أركو إذن كوا متقن الرئيس هذا هم لا كوا عينية أو دون دوني ده الرجع عبد الله صار عين بس ده فارق علف إعلان له علبة مركار واحد نقلو ميس جهاد أوصل إنه هلجن كأي نقلو ميس جهاد أن أصع أن إجو من المدون كان قالوا ميس جهاد أن أصع أن أرمني هيرك محمد سمير كهي إني هل ينك صع كانوا يك قاتان أيه أن قالوا ميس مركو حد يعني كاس وشيء جه هالشيء إني على شو عوات قارنا نيوانك رأي ذي رسا وحلا جوجية عايد أني كاس عيني سينها عيننا ساس على ليه سو أشي كلام مشتال وحوي دهر على السو يورك الجوحة هذا إسقاط على أكتر يا أحمد شدة يا لجرام أنا جو بقولك بس عشان إيشن وحنا نروحون إن أكتر إن أكتر أنا أمريكا أنا أمريكا لا في ريو أحمد شدة أحمد شدة أمريكا لا في ريو
إن عجلا بقر كي بقر خفي عن يسقون حوير عراه قبائل طبيعة الحمير أو أه وردتك عرسية كده عدتك ذاتك مش وحبهين هني يكون ولاضان كده عدتك عرسية بريج الكاميرا invitation marka laba nin oo ragii Soomaali galbeedahan wacaya Xamse Maxamed ka baxay Xamse Maxamed ka baxay Cabd iyo ninkii ilaado ninkii ilaa ka baxay Cabd waahid Qaliif aw Cabd waahid Ciid Cabd waahid aw Soomaali ka fiiriye أستاذ عبد القادر بوس عن خضيع وكنا حمص محمد وكنا حمص محمد عن الأول وكم سلام يا أستاذ حمص وكان طاهر سولو واق سرابيور وعن كان روا عبد الله استي عبد ما حكى سعد اصحاب ما حكى سعد تيجا سو حالكيا ويا يا اصحاب تو سلام يا سوح وراكسن بي نوت هاي انا يا ديغا دمان و سلام يا امد سوماليد ميرك سو جوغان سلام الله طاهر حد متال بابدي هورا دويل كركر هايسا هورتا باشو حنيه تاود باي مريسا طاهر ويا الدلكي سوماليه نظام dabadheelif laga dhisto iyo Soomaalidu hadii wad degumeysiga la hoos joogayo inay nidaam yeelato autonomy oo madax banaan yaa la diidan yahay marka waxaan rabaa in yar inaan taabto wixii darad dhacay haway rasuulaha Itoobiya wuxuu joogaa Yurub booqasho ku maraya oo Itoobiya dhaqaalaan ba ku dhacday marka I think in Holland taa baa shir ka socdo dhaqaalaha laga hadlayo marka suu Itoobiya dhaqaalaha ugu helo ayuu halka joogaa waxa dhacday marka rasuulaha Itoobiya marka soo baxay in Mustafa qolada xisbiga Itoobiya ka talisay ee EPRDF ta inay la soo hadleen xogeynta parti xisbigaas iyo xogeyaha guud ee xisbigaas kadibna Mustafa uu tagay adii sababa loo soo bandhigay inuu kusoo daro xisbiga oo galaado nidaamkii hore ee tigreega raggii ay soo barbaariyeen ee Soomaalida ahaa dadkan dhiigooda cabbi jiray in la yiri xisbiga kusoo dar halka waxa la isku haysta waa taa wey marka Mustafa wuxuu yiri dadkan waa dadkii dadka Soomaalida dhibaateeyay suurtagal ma aha inaan dib u soo celinno ninkan wasiirka maaliyadda ah aana xogeyaha maata xisbiga jigjiga maata maamulka ka jira oo dee one side laba nin oo hal meel xabadda ka wada ridaysa oo Soomaaliya ma aha nin wuxuu la socdaa xagar uu kasoo jeedaa nina jigjigu ka tagay marka Soomaalidu matalaya marka waxay ahayd ninka Addis Ababa jooga ee wasiirka ee Soomaalidu leedahay inuu difaaco daraha waddankiisa ninkii marka wuxuu soo jeediyay rashada ahaa eedo fara badan wuxuu yihi Mustafa markuu tagay goday wuxuu yihi xamar iyo maqale xamar baan wax wadaagnaa oo dal iyo dad baan wadaagnaa laakiin maqale waxba ma wadaagnaa nidaamka guud ee isu kaana keenay ee qariirada ah ee mataqaanaa Itoobiya la yidhaahdaa yaa naga dhexeeya hadalla marka noocaas oo lasoo googooyo fara badan buu meesha ka shiday way Mustafa wuxuu yiri dahanuus ni Soomaaliyaan ah marka wax kale Mustafa way u waayeen justification Mustafa wuxuu soo istaagay arrimahan waa arrimaha Soomaaliyeed waxaana lagu waxa la saleynaa waddanka naga markaas ayaa waxa dhacday inay qoladan yidhiheen mu'amarada wadatay maartay xisbiga uu Axmed sida programka la wadaagay iyo
qola ka mid ah xisbiga oramada ee talada hay oo fiidiyooda leh oo dhowr qof ah oo aan kulligood ahayn in xisbigii iyo xubnihii guddiga fulinta la keenaha dhisababa sidii cabdi lagu sameeyey oo kale isagoo jooga inta la kaxaystay baarlamaankii iyo xubnihii in la yidhi ba isagoo jigjiga joogo ha jas la yidhi ba nidaamka maartay mustafa kakac uu yidhi diyaaradiisu maarta kusoo noqday. Marka waxaa la isku hayaa waxa weeye hadda shaqsi madaxweyne mustafa la yidhaaha ma aha, ninkale erashidana maaha. Waxa weeye waxaa la isku hayaa masiirka ummadda Soomaaliyeed sidee lagu badbaadin karaa. Marka waad la socotaa from Jabuuti ilaa iyo Gaarisa Soomaalidii joogtay boqolkiiba boqol waxay garab taagan yihiin nidaamka dadka Soomaaliyeed oo ay noqdaan dad nidaamkooda iyagu maamusho oo gaar u taagan. Marka daahirow waxaa ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa arrintii maqlay, habeen hore ayuu la soo hadlay madaxweyne Mustafe iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo isla jooga. Arrintii raaligelin buu ka bixiyey, wuxuu yihi wax alla waxaan ka ogahay ma jirto. Marka wuxuu ahaa shirqool fashilmay oo layidhi bal ninkan si aha lagu tijaabiyo, maadaama Mustafa marka xag furfuraan ay jirto ganacsi ruux shaqsi keligii dadkoo dhan uu yidhi qof walba oo Soomaaliya awrku doora ha rarto xargii iyo nidaamkii meesha uu ka baxay. Nimanka waxay doonayaan marka qof sidii nidaamkii meesha ka baxay oo kale tigreega, qof Soomaaliya oo adeegi kara. Marka halka la iska hayay waa halkaas ka dhex galo, laakiin Jawal Maxamed oo oromo ah ayaa warbaahintii mataqaana Oromia Media Network ayaa dhahaya Mustafa fiican, Mustafa meesha ha joogo. Marka se isu qabanaysaa khalalka Mustafa cagar oromada uma shaqaynayo iyo Jawal aan raba isqabadsi. Okay, wax su'aal fiican wey, aad iyo aad u fiican daahir. Jawhar waa hogaamiyaha kacdoonka oromada waaye, isagiyo tigreega iyo meel ma wada galaan Itoobiya gumaysiya waaye, weli halkii buu taagan yahay. Wuxuu aaminsan yahay ujeedadiisii qayb ka mid a inuu ku guuleystay, laakiin oromadii nidaamka Itoobiya unbay weli ku dhex jirtaa ee oromo hadafkeedii weli meesha kama hirgelin waaye. Jawhar wuxuu aaminsan yahay xisbiga OBD oo la yidhaaha oromada ee Abiy Axmed uu ka tirsan yahay inay marin habaabiyeen halgankii oromada waaye. Sidaa daraaddeed maadaama dhalinyaradii kacdoonka ay isla ahaayeen isagiyo Mustafe, haddii maanta tan jigjiga ku dhacdo berina iyagay ku dhacaysaa. Inkastoo ninka lamaa la yidhaah weli jooga gobolka oromada uu weli dabadhilifkii yahay qoladii la shaqayn jirtay. Marka waxa weeyaan haddii marka Soomaali arrintan ay ku dhacdo waxaa bilaabanaysaa gacan ka hadal baa bilaabanaya. Marka arrintee Soomaalida iyo oromada waad ogtahay, Jawhar iyo Mustafa waa kuwii dirnaba ku xalliyey. Marka waxaa la diidan yahay marka haddii khalad tii oo kale soo noqoto from meesha Jabuuti xuduudkee maarata afarta Soomaalida meeshaan hadda lagu haysto ilaa iyo mooyaane haddana waxaa ka bilaabanaya. Marka arrimaha ay siyaasiyiinta oromadu ka fikirayaan waxa weeyaan waa waraarinta waxay keeni kartaa fawdo iyo dhibaato. Okay, su-aasha kan qaba waxa weeye Cabdi Maxamuud Cumar wax kasta ha ahaado ragaa la shaqeynayay, dadka degaanka ku rasha shaqeynayay, wasiiray u ahaayeen, xildhibaanay u ahaayeen, shaqaalay u ahaayeen, lamana xisbigii tigreega ula shaqeynayay ama TPRF u ahaa. Marka Jawhar wuxuu naga dhaadhicinayaa lama iyo gruubkiisii oromada sidoo ay xukunka usii joogayaan wasiiradiisii, taliyaashiisii tacdiyada geysan jiray, laakiin kuwii Cabdi Maxamuud Cumar qof ka mid a xisbiga sooma geli karo. Waxa weeyaan daahir lama ninka la yidhaaho oromada hadda madaxweynaha u ah halbay oromada ku qaateen qoladii Soomaalida ahayd ee meesha joogtay intay geystay isagu dhibaato oromada uu geystay, laakiin intooda in lagama geysan wuuna isdaba qabtay oo kacdoonkii oromada ee xoogga badnaa crash buu ku samayn karay tigraaga intuu soo raac uma raacin. Marka meesha keliya ee ay ku badbaadeen uu ku badbaaday ninkaas oo babilaaritiga uu ku helay oromada waxa weeyaan
berigi hore way nabcayeen, waa kacdoonkoodii soo bilowday 2015 bishii sagaalaad November ee dhammaaday February sanadkii hore. Saddexda sano intuu u dhaxaysay wuxuu difaacayay shacabkiisa. Markaas maadaama uu awoodda ormada dhexdeeda ku helay, ninka soo baxay ee ra-iisul wasaarahana isagu uu soo saaray, isaga booska iska lahaa oo laleeyahay ra-iisul wasaaraha ninka ka awoodda badan waa ninkaas ayaa mataa barnaamijka. Hadda Cabdi Maxamed Cumar qabashadiisii kow isaga ka ahaa, lamaabaa ka ahaa. Haddana arrintan dowladdan hadda cusub maaragtay labada sano waqtiga ah xilka haynaysa, waxa hadda weerarka kusoo qaaday ee barnaamijka ka dambeeya waa waxa weye waa isagaa kow ka ah oo isagoo gobolka jooga Oromiya isagu uu u yeedhiyo oo jigjiga fadhiya. Musafar wuxuu ku yidhi laba state baan kala haysanaa, adigu kaaga ku ekow buu ku yidhi. May Mustafa arrintaa waa la sheegay, laakiin adu ma qabtaa dadkii la shaqeynaya Cabdi Maxamuud Cumar ee xisbiga ku jiray ee golaha dhexe ku jiray ee cidooma ku jirta ilaa Cabdi la shaqeyn jiray kullu ha laga eriyo meesha. Dadkan qabiil wey deegaanka dadaa soo doortay mukulata. Marka haddii Cabdi xitaa qadamay ama Cabdi xumaa ama ina laba golo xumaa hadday meesha ka baxeen, in kastoo ay asoo shaqeysan la ugaarsado horta daahir oo meesha mashaakil fara badan baa ka dhacay. Inaad jigjiga tagto waan jeclaan lahaa. Cabdi Maxamed Cumar laftiisa Mustafa waa kii toddobaadkii hore lahaa soo adhesaba jooga. Dadkii dhibaatada geystay ninkan keliya maxaa inuu xabsiga ku jiro, saraakiishii amri jirtayna ay banaanka joogaan wax suurtagala maa. Mustafa horta u dooday, anigana aaminsan ninkaas inuu helo fair justice, inuu helo oo cadaalada helo. Waxa weeyaan laakiin nidaamkii meesha ka tegay inuu hal ruux kasoo noqdo, one person inuu kasoo noqdo, wax la aqbali kara maaha, haba yaraatee. Ma burburayo, no, Taahir, ma burburayo, no, qabiil arrintu maaha, waxay taagan tahay Soomaali bay taagan tahay maanta. Laakiin qofka wuxuu ku yidhi shalay wuu qaldanahay, maantana waa kasoo noqday, wuxuuna aaminsan yahay inuu qabiil yahay, qabiilka deegaan ku dhashan yahay ama dhulkiisa dhulka uu yahay. Ninkan 20 sano 12 sano meeshaan soo heystay, si ugu fikiraysiin fikirka Soomaalidu aaminaysaa in hal sano gudaheed lagu tirtiro soomaaha inta tartiib loo kala saaro si loona kala nabad galo. Waayahay innaga iyo qoomiyadaha kale ee Itoobiya waa kala duwanahay. Soomaalida iyo Itoobiya difference bay kaleeyi. Itoobiyada kale waxa weeyaan waa dad isku dhex jiray oo qaarada dadkooda ay u shaqeynayeen, qaarada dadkooda ay dhibaateynayeen. Laakiin innaga kumbilindi wixii meesha joogay hal ruuxa oo asxaan u sameeyey qof Soomaaliya ma jirtaaba yaraatee 10 kii sano ugu dambeeyey. Ninku marka hadduu qabiil yahay, aniga shaksiyan aan iska soo qaado, haddii anigu nidaamka ka mid ahaa, walaalkay baa jooga oo nadiifa. Marka lama odhan kara aniga oo dhibaato geystay in ay dadkayga aniga ama taqaanaa meesha kasoo jeeda ay aniga ii doodayaan oo gacanta kula jiray dhiig. Dadkan waa inay tagaan wey, move out, inay ka baxaan sistemka. Anaa hadda kule lamana soo celin karo, wax la qaadan karana maaha, lamana aqbali karo. Laakiin waxaa la isku hayaa waxa weeye, ragga Cabdi la shaqeynaya waa inkastoo ogaa inay saameyn badan leeyihiin, waxaa tidhi waa inay baxaan. Nimanka dulmadiid ee la shaqeynaya Mustafa ee Jidwaa Qawbanaa iyo kuwi kale ee ogaalinka ila carshuuca ka mid yahay ayaa maanta caytamayo soo fadhiya meesha, iyaguna maxay rabaan. Maya Mustafa, horta dhegeyso, anu shaqsi ma taabanayo. Waxaan taabanayaa waxa ka hadlayna waa qadiyad wey. Haddaan waxaan ku dhihin from meesha ila Caayshaca xuduudka Jabuuti ilaa Gaarisa, maanta fikirka yaal waxa weye dalka in la difaaco wey. May dalka in difaaco Soomaali ka habsiin, laakiin mukulata in xilligan Mustafa uu meesha baneeyo oo qofka ay soo doortaan la keeno nimankaas sheegtay ee dulmadiid, iyagaa maanta iyagaa kow difaac ila carshuuca iyo rag la socday. Isagu hadda waa ambition siyaasad buu leeyahay. Hadduu meesha ka waayo interestkiisii, isaga ahayd inuu mataqaana ka isdaba qabto, laakiin maaha hal shaqsi oo ka baxay, maaha saaxiibay ahaayeen.
haddii uu aaminsan yahay mustaf ama dadka kale ay aaminsan yihiin ee la shaqaynaya in ragga cabdi la soo shaqeeyey ay yihiin in laga saaroxisbiga soo gelin muxuu wasiirka warfaafinta ugu magacaabay muxuu sukumay xisbiga goobaha dhexe joogay mataqaanaa oo halkaas i joogay muxuu hadda u xirxiraya sukaritarisnoma hadduu shalay isaga magacaabay muxuu maanta u xiraya daahir codki waa iga lubay codki waxaa ku dhacay may maqlaysaa hadda أقصدر بدي حرسو هذا يجد وأقصدر بدي حرسو وأقصدر بدي حرسو قبل أي هاي موجي على ده هاي ستة أضغط واي هاي بالقفك لا تجاوبني يا عبد واحد في يدنا يا ايد عبد واحد واكو سلامي ظاهرة مجاهد واكو سلامي ايد عبد واحد وأنا كاقا أبي أد بانكو سلام يا ولو كي داهر حمسة يقو أي هدو أم وكو شو إدونا لكن حمسة يقو أي وحان ربا يبدد قري محاك سؤال جيكتيجات سابا وام هاد سنتها جيكتيجات سابا كل حمسة يقو ريو سيفي عنو هاد لي وحاو يا ولا لي مياشا وحال إسلاع عيارة يا كوبيد بال إسلاع عيارة يا أرنتو وحان كور عيارت ميل ألق بي مريسا وفينال بي مريسا مهيمد وحاو يا المركة إن أنت نودك أكا سوق هذا النو كلي وركو كما سيغانا داد كينا وركو كما سيغانا لكن وحاويان أرنتو خمسة صوت فتري أو سيفي عنو سوهاد لي هال إن يربان ربعين أكا تشوا أو أهيد سببت أو نين كان أرم كا جواهر أو الدفاع يا مصطفى وحاجري وقتي مصطفى أي إسقابتين اللي وجري يعني هي أما حسب قليه عبد إلي لت كتر سراء ليش قين كذي كوسا هذا حسب جو وقت جيل يجري وحيس ما ينتكري هذا أثبت تبيتش كودا أما يعني ما راح يكون كل من أما عيتا مجال هذا ويكذب بالدين اسبدل كي حكم يشري عم بينهن يعني يجا فرحة بيو هيد إنه مصطفى ما يشان كبحه مركا أرمد وحي كبر عروتي مصطفى هذو ما يشان كبحه قليه عبد إلي يوحي جرب كيسة عيسان نقبان إن أي جرب تكري كهريان oo tikreegi awo tikreegi hadda xukunka dhigis laga ma sameeyin lagu ma sameeynin way is difaacayaan orama way ku dhicilaadahay sababta waa maxay inaga markasta la ino soo faragelinayo sababta maxay tahay markasta inaga la ino soo dhexgelayo marka update badan uma baahna muhiimad waxa weeyaan mustafa walaale en daahiro waxa weeyaan mustafa waa qof muujinaya in uu shacabka kasbado waa qof og hadii ay dawladdiisa dadkii hadda marka la dhaho xisbiga xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida markii la dhaho qof walba oo deegaankeena ka soo jeedo oo dambiir la wunaxaya dhig ba ka daadanaya magaca xisbiga marka wuxuu ku qasbayaa Mustafa Dulqaadir inuu sameeyo oo weli mana dadka shacabka ugu caroodeen muxuu dadka u sii deynaya uu awooday Mustafa inuu Khadar xiro inuu Cabdiraxmaan xiro inuu Deeq xiro dhamaantood dambiirayaasha inuu wada xiro hadayna daahir uu isindha tirin uu awooday laakiin muuray rabin Mustafa inuu xiro xulis xurriyadooda iska noolaadaan iska xamaashaan laakiin xud aan ilowsanaad dadkan in ay dhalmiin yihiin 27 sano iyo in ka badan wixii ay tikra iyo balaayo ku irbadeenayeen iyo siyaasadoodii iyo lacag ay haystaan dib ay ka soo laba kacleeyeen okay ahmed shida ayay dadku ku mashquul ahmed shida muxuu yahay ahmed shida inuu maanta heerkan la soo gaaro mustafa isaga dhaliil kule ahmed shida ma suragal ma noqonaysa abdi intii maxkamad la saaro oo xarig la geliyo ina shidana inuu dibadda joogo taas walaal waa qambaarayn
isku mid saxan bay wax ku wada cunayeen ninkii wax u yeerinayay uu ahaa ninkii federaalka u matalayay uu ahaa ninkii wax kasta u soo gudbinayay uu ahaa marka waxaan halka ka aragnaa cadaadarro cabdi haysata oo inay shidana uu dibadda joogo shaqsigu wax ma mucaaradi karaa laakiin waxa masiirkeenna ama shacabkeenna daahira inaynu xaqiram ah ogaadeenka waxay fiirsadaan qof kale ogaadeen bas ma fiiriyaan kale ogaaday ku dhalan ma fiiriyaan waa dabeecadaha ra'yiday ay leeyihiin way ma fahmtay ogaadeenka marka laga hadlayo Cabdi Maxamed iyo Cumar iyo Axmed Shidey iyo rag kale daalibinta ah ma fiiriyo Axmed Shidey buu ku maqan yahay Mustafa taa waa mid kale Mustafa waxa ka muuqato fudayd iyo kaligitaasnimo sababtu maxay tahay muxuu xiray wasiirkiisa waafaafinta muxuu xiray kii mataqaanaa wasiirkiisa kale muxuu xiray kii mataqaanaa golaha dhexe cabdixakiin cigaal maxaa markaas lagu geeyey Allah ya Isaac waxa tahay hadda wariga tahay xaq baad u leedahay inaad meel kasta oo Soomaali tagaan inaad tagto inaad Hargeysa tagto inaad Jigjiga tagto xaq baad u leedahay waxaan tusaale yar baan ku siinayaa Mustafa Ragan isagaa soo magacaabay haddaan anoo dambiile ahada oo adiga daahira ama shacabkaaga dambi ka galay aan intaan ku dhaho wixii hal is cafiyo aan isnidaamiyo oon iska aamusnaado xaq ma aha inaad idulmido oo marka aniga aad isoo qabata kalarka haddaan iska aamusan idab yeesho oo waxaad ii dirta aan yacni qof dee aan noqdo waaye arkay laakiin ka waran anoo dembiile ahaa haddaan haddana dembi kale ku sii jiro talaabo noocee aad iga qaadaysaa raggana aad sheegto guuleed kiniisad iyo inaan cabdixakiin cigaal ninkan jid waaqa iyo ninkan ciisaha ah anigu dadka yacni waan bayaamiyaa labadooda iyo rag kale oo ku jira oo haddan rag 17 nin baa la xiray raggan oo dhan waxay ahaayeen raggii shirqoolka ka dambeeyey ee rabay axaddi maalinkii axadda in ay qarxiyaan dadkii jigjiga ku dabaaldegay ee kristaanka ahaa inay qarxiyaan rabay waxaa jirta sheeko isniin isniinta waxaa la rabay axadda intii la qarxiyo in isniinta Mustafa la dul saaro oo la xiro waxaa kale oo jireen oo kow ahaayeen cabdixakiin cigaal iyo guuleed kiniisada guuleed oo cali loo yaqaano oo ninka kiniisada jigjiga in ay maanta kristaanku jigjiga ku bataan ninkii sabab u ahaa ee dhulka kiniisada bixiyey dadka aan fahansanayn baa la faahfaahinayaa dhulka kiniisada ugu weyn jigjiga dhulkeeda lama iibsanin isagaa bilaash ku bixiyey oo lahaa marka ninkaas wuxuu ahaa raggii cabdimaali gaashaamo ku shirqoolay ee yidhi ninkeen xuduuddu ka soo galay waa nin arsenaal ah oo qolyihii ah wuxuu rabaa xog inuu duubo oo ka dhigay qof hadda soo galay oo ku shirqoolaya Mustafa Cabdimaali laguma soconin raggii marka tallaabooyinka qaadayey ee markii horena Mustafa uu isdhahaa waa rag caadi oo dadkii la dhibayay bay ahaayeen daahir oo muxaa leedahay in tallaabo laga qaado ma aha mise waa qabiil baa lagu ataayaa isagoo ahay raggiisa waxaa sameeyey uu og yahay inay cabdiba shaqeynayeen maxay tahay isagoo ku wiirsanaya xariga cabdi iyo mataqaanaa inuu ina agoola eryo maxuu guuleed kiniisad inuu magacaabo iyo cabdixakiin inuu magacaabo iyo kii kale warf inuu magacaabo kuwaasi soo fureed maaha soo fureed ku jirta maaha aan kugu celiyo waxaan ku iri walaale daahira waxaan kugu celiyo waxaan ku iri qofka markii hore wuxuu aaminay in la qasbayey oo isagaa magacaawday waxaan ku isoo dambiile ahaa oo ogaa cabdi inay la shaqeynayeen uu magacaabay uu xilal u dhiibay uu yiri iska shaqaysta oo qaarkii kale uu yiri iska baxsada ileen waan ognahay waxaan ku iri aan kuu soo bilaabay ee raggii iska wada tegay uu khadar xoolo ka mid ahaa ilka qasa ka mid ahaa ilma laba goola ka mid ahaa xafiiskiisu fadhiyey deeq laba goola markuu wareejinayay xilka wuu awooday Mustafa inuu xiro laakiin iska baxsad iska taga buu ku yiri iska shaqa taga marka kuwuu xilka u dhiibay uu islahaa waa dadkii la qasbayey baan ku iri anigu uu xilka u dhiibay hadday dembi faraha kula jiraan haddana oy dhibaato wadaan ma waxaa dhihi markii hore muxuu xilka ugu dhiibaya mise maadaama ood markii horeba adigu aad cafiday hadda ay dembi kula jiraan waa in la qabto adaan jawaabta kaa sugayaa daahir halaakiin waxaan kaga jawaabtaasi wuxuu maanta u dagaalamaya Mustafa iyo wuxuu hadda xamsi ugula doonaa waxay ahayd cid kasta oo maamulka cabdi ku jirtay waa inay baxdaa laakiin todobada xubnood ee guddiga doorashada qabanqaabada guddiga doorashada xisbiga inay todobadiiba ragga cabdi yihiin iyo gabdhihii cabdi in wasiirkii warfaafinta dhammaa maamulka uu ka dhigay raggii cabdi waxa wey maanta waxaa lilaah waa keligii talasnimo ina cala socoa cashar la socday maanta sahaystaa dulmudiyo la socday sahaystaa marka ninkaasi cagdeer haddaynu difaaciso oo muuqata inuu isagu isagoo laftiisa oo gumi dhacla inaan siyaasadda ku cusub yahoso waxba ka aqoonin ama uu fudud yahay soo laguma eelay karo axmed shiduu la socday oo shala ma dhihin axmed anigu wax ila noqon mayo axmed nuuxuu ahaa gacantii cabdi maxamed cumar
اوكي وا سؤال مهم دايره ان ان يعني ما بوينت كان كهدلينو ان الاسلا قادنا في عن وحاجه تمستف وجمد حبر برت لكن دد ماشي جوي اود وما يلينيسد ماركا ولال ان اتلابه قاده وا هدينا اندها استرينين او حقيقه اسو شيغينو تلابه كاستا ان قاده ماركا ما اوديد وا ان نظام سميسو وا ان دمبيلياشي قاد حلو ما قاودو وا ان اد كعيدن كما هي كدغتو وا ان اد كلا بدشو وا ان اد كميل غادو وا ان اد نظام ستيب باي ستيب باي ستيب ودو اود ماركي بوخسنتو ايا تلابه كاستا قادي كرتا مصطفى ماركي مورا اودي نوال باينو خلو عيد مور هيسن و اسكو دختغتي ميشو يدي او غرادره او جنرال اي جوجتي ماركا waxa weeyaan qofkii dambi wada ee dhibaato wada hadda waxa dhigi karta ragan iyo masakiin oo iska jooga ayuu mustafa xiray taas aad dhigtaa tirnimo noqon lahayd laakiin rigi abd malik shir qolay inay war wax qarxiyaan rabay ee hadda mustafa in asbiya oo wulid dawladda mustafa akhtar tashir qabtay may sheegin nimanka waxay ku eedsan yihiin waa la xeeway xireen bas illa hadda nidaam dawliga jiro ah qofka marka la xirayo si shan barakad marka la xiray qodobada loo xisbado kale inuu xireeniya daacad ku soo oogorto okay ma joogno yurub iyo america walaal waxaan joogay meeshan ka hadlaynaa wa afrika daahiro meeshan ka hadlaynaa oo afrika en kala ka soo afrika ma la yurub ninka waa nin international standard waa wax soo bartay ma aha qof iska jaahil ma aha okay waa nin waa ogna calima waa nin qaran ka calima shaqada markii kan abxaarka li xiray qodobba loo cuskaday okay waan ognahay adiga ma khaati qodobba loo cuskareen kan tigareeyo qodobba loo cuskada amxaarka qodobba oromo qodobba kan way qofka Soomaaliya qodobba loogu cuskiina xarigiisa shacabka lagu sheegay okay daahiro aan ka gudubno aan maqti badan uma baahna inaan walaal guuleed aw cali iyo ina cigaalaan ku bixina adiga maqraatika inay dambiilayaal yihiin adiga maqraatika dhul Soomaaliyeed Cabdi Xakiin cigaal in uu bixiyay oo deegaankiisa uu ka tirsanaa oo Cabdi Ilay uu ka soo horjeedo xubin ma kale u ahaa deegaankiisa walaal ninkaas waa ciise isuu nuxeel beenay waa ogtahay ma dhigi kara Mustafa ku eegowey ma hayn karayo maya iyagaaba noo dhig lahaa iyagaaba tirneed salaar baan hadda ku siinaya walaal een ina cigaal ciisaha dhan ma qabo ana maqraati taa kaaga in la bedelo waa ninkii dhulkooda bixiyay waa ninkii waxaanu dhan ka dambeeyay Cabdi Ilaahay garab ku siinayay marka walaal ma rabaan taa ana maqraati kaaga hadda salaar baan ku siin Ahmed Shidey dadku ku mashquulaan Ahmed Shidey naadeer daahiro meesha muxuu ku joogaa Mustafa yaani leh waa ku meel gaar Ahmed Shidey meesha xisbiga nidaam baa lagu soo dhisay waqtiga la soo dhisay awooda waxa iska la madaxweynaha ogaadeen baa iska la ku xigeenka beesha ciisa iskale isaga ma aamusan ahmed shidey taas waar sababtuna uu aaminsanayn waa maxay cabdi ilay baa wixii oo dhan qasay marka muhiimadu waa maxay walaale waxa masiirka dadkeena mustafa dadkeena dalma u yahay sheeko waxa jirta ahada cabdi rashiid oo kala ka soo celisay ama dad baa caay cabdi rashiid qof u jawaabaya ma jiro qof u jawaabana waa qof aan damir lahayn yaani oo wanaagsan cabdi rashiid wuxuu rabaa dad wax kale oo cadi ah ama tigreey oo dadkeena lacag ku bixinaya ama ina shide in uu inaga mashquuliyo ee mucaaradnimo iyo wax kale iyo waxba kama aha wax kale uu rabaa inuu inaga qariyo marka hadalku isagoo saddex sodon laga ma dhigo mustafa on elefant day kasoo hor awooda ugu badan deegaanka shacab iyo wax kasta on elefant is kale Itoobiyaana deegaanka on elefant uu aaminsan tahay mustafa on elefant uu kasoo jeedsado talaabo ma qaadi karo laakiin on elefant uu garab ka helo talaabo kasto qaadi kara iska daa ina cigaal ee baabili buu soo celin kara baabili oo saga waqtigaad ugu go'day buu soo celin kara oo dhul Soomaaliyeed marka walaal waxa weeyaan sheekada yar ee ah isirbeegs iyo wax iska daa dad ee haday sidan ku sii socoto dad badan baa heega lagu shaan badan waxa la isku cabsiyo waa qabya laba qarnigi 2019 baan marayna waa 2019 waa abdu wahid walaal haddii la arko godo ree saaqo mustafa difaac aya maxaa ku soo baxay مصطفى الى عشاء مصطفى دليلي اما بشير جلال عبد المجيد دليلي لباتن ري ساقها كويري وحا تا بختي نجاس با تا حرامي با تا با اخرى ما حكو صبحي ان هذا روحا كو صبحي قبيه ما وحوي كدمين وانا دلنيمو ان اد وح وحا سو كلا ولا الاد تهدا تا كلا قفكه ماركا تاييريسو وانا دهدا مصطفى ان هذا دغانكينو متلا waxa jirta waxa Soomaali ay ka dhamaanin maalinka xilka lagu qaabtay wuxuu ahaa sheekay yar oo sheekeyay ya jirtay oo ahayd ninku markuu xil qabtay waxa la dhig reerkoodi ku soo ururiyay inaadeerkii waxu qabtay hadda hadaan saddex nin oo hawiya iyo laba nin oo ree saaqan ku tagnaa ma shan nin oo hawiya iyo laba nin oo ree saaqo oo ina shaqaaleysiyo shanta hawiya lama arkay waxa la dhig dhowr laba jaahuur bu shaqaaleysiye dhowr Mustafa qabyaaladiisa shantan kala ma arkaysa taa waa dhaqankeena
لكن مهمدة وأنا محاولة لا مهمدة وحاويان إن لك رأت كهذا أنت هالظلمين مصطفى لكن دالم كوه كعب صدا وسير كي وسير هذا رجل أوعدي كتشري يا رجل كوك هاتشري إيه ملح كي كاتشري يهور مركير لا ين وحفيز كلا وريا وحاسبين الس وين شبيه ودمبيرة هذا فيري ودمبيرة هلا إسعفية شيء إنه دم بالجلاي أيوة اللوي مركا محا قصب أمركو أركو رجل أصاو نقبيا إن عقال يقولد أو شرقولي أو حلي عبد مالك أود استعمالي عبد الرحمن لا بقولة يدغ لا بقولة يرجس هذا وحي آمين يندعان كيما إن إسكس أردنون ودعان كحبه أن يسبد الكدعين أو يجوا لاين بآمينين مركم هي مدوا محي محا إنه دنا إن هذا دت كانوا نروره هلان مصطفى قف كون أحسن ما جرنا يقى إن الصوم روايو ولي ما أرجنا إلا عبرنا يو ولي ما أرجنا ضد داهر على سو إنتي صافر يستان لايف عايو ما أرجنا ولي واحد bal daara waxaan dhihi lahaa anigu walaal aan horta in yar buniku iska joogin iyo dhibaatooyada way iska badnayd waxba iska badnaa oo rafiib abdi shalay aabo dhihi jirta wax horta aabo loo dhihi jiray abdi waxay ahayd waxyeelo sandareen oo ka sii mooyay de aabahood mu ahayn walaal ana deegaanka joogay qofna iga warami maayo ana hadda deegaanka soo tagay inaad wax bal shidinkiisa iyo qorigiisa oo dadku maamul jiray ya haddii qorig kaliya wato abdi wuxuu xumaanay taa soo mooyay okay walaal hadii dadka waxa laga yaabaa waxaan hadda dadkan cabdiyo iyo aabalaha dad yar oo gaaro oo iska in yar oo iska daba orodo bese ayaa isaga qaadan jiray mustafa intii haduu dadka dhan u qaybiyay de intay dadkii afka ku shuban jireen oo dhan dadka marka loo qaybiyo dadka dhan wax yar ma u gaaraysa marka intii ba hadda qaylinaysa muhiimada marka waan mustafa shahba fiiri gabadha saaqo saaxibna hayo mustafa ku walatay ayaa wallahi bay ku sheegmay ayaa neerada ka tagtay gabadhii saddex tirakad jeer waxay leedahay dad uu waayay macallimiinta wax bartay wallahi tabaha shaa u shubay la ilaaha illa allah xusla waxba ka dhacay marka inaad aro ma taageeray fakhriga ah gacanta baqaylka ah ma hoggaamin kara dad markaa kaga hadlo maxamed xaji ibraahim ayaa ka sheekay buugii saaqri qofka hoggaamiyaha waa inuu yahay qof dadka aaminsan in leedahay budget dadweynaha yimaada ama dadka taageerayaasha ah ya waynu laga sheehay maanta laga qayilayo ya hadda ka hor waxa dhacday in la kala xgelayaa cabdi maxamuud umar ayay wuxuu ku wareejiyay maamulka haweenku wareejinaa ku wareejiyay daba tana cabdi dadka warka soo qabtay dhig jiray wariyahay waxaas ma sameeyay markaas dhig jiray haa abu waa saxina waa saxiin waa saxiin bariga dadna ay tuubi noqdeen naagii waxay ka dhacnay markaas uu ku yiri waya naagii uu ku yiri wixii la siiyay mashaariicda waxba leedi kama qaylo niman baa guryaha idin jooga dabayaa ku dhistaa haddaan rag wareejiyo meeshu waa la qayili oo waa la cuntayn oo waa la saxaadi idinku naagihiin aan nin ma saxaadi male wuu ku yiri meeshuna wada ka qaaliya tuugii marka waxa weeye meeshu waa in lala qayilaa dad waa in wax la curaa waarun laakiin ma taana dar waa ku saxanta xaalaha la yiro qof kale ma aaminsana taawad ku saxantahay laakiin tan raac abdaaba ah runtaan aad ninka ragga waniga gacan furnaada waqtiga la joogo waliba ninka gacan furan ma wax dhaqaajin kara hadaa saahaato meel walba iska soo ka xiri laakiin aad ila tan maxay baa la beegsanaya iyo waxa la beegsanaya mustafa walaalkii waa meesha ku dhigtay waa qof victim ah wuxuu inaga mudan yahay ixtiraam qofka intuu maanta raba inuu mustafa dhaleeceeyo cid buu beegsanaya faisal engineer faisal buu ilaysan yahay markaa ka dhigan tahay marka aniga waxa qurux badan qofkii awr kacsi hadda ma dhihi karo cabdirashid cali shucaa hadda waa laba nin oo ilmaadeer ah waa labada nin ee istaageersanaa waa ninkii lahaa mustafa aniga in aan hadlo yacni awood igu siiyey welibana waa laba nin oo xidid inaguna xididka waan qadarinaa dee khayriya ma aragta farmaajo weligaa isku dhacaya waa xaggan kale unbaa moogtahay yaa xalinaysa marka inaad arrintaas kale ma geli karo waa ilfashaqnimo waa waxaynaan ulahayn adeer dhaqan inaynu galam aha wuxuu dooni ha qoro qofna waxa uu halka horta soo abuur waa halka adusharwaa marka waxa weeye walaale ma arko wax weyn laakiin waxa aad ka soo waaqaya magaalada qowaanays ala xaalad dambayl bari waa jibco xisbigaasi imaanaya asabi ku tirayaan isagana waa loo yiri maxaa dhici kara barakad
aan waxa dhici kara waxa horta sagaalka gobol odayaalayna cidna maam horta Mustafa Niyo shacabiyadu haysta sagaalka gobol odaya isaga yimid hadii Mustafa loo yeeri jiray laba casha loo qabtay maanta way tagtay Barribo Axmed sidoo waa inuu ku yimaado mar rabaan in baarlamaan la fariisiyo ama wax la fariisiyo oday anaga deegaanka ka talin jiray anaga qof waan dooran jiray deegaanka anaga odayaasha ka talin dhahan odayaashanadu Cabdili Bahdilina way soo noqdeen Axmed sidoo haduu laba casha ku iman waayo isagay jirtaa anaga nama matalo markuu yimaadana bakoorad bay rabaan inay xilka kaga qaadaan cidna odayaashi waa dad free ah haddii qof isqasbaya ma jiro qof dhibaato lagu hayaa ma jiro laakiin deegaankeena walaal odayaal baa maamul jiray dhaqanka Soomaaliyeed weli mana farmaajo hadda bedelay oo dadka xirxiraya oo dadka dhibaya laakiin Soomaali waxa la qadariyaa waa odayaal sagaalka gobol odayaal baa isaga yimid ma rabaan Mustafa ninaan ahayn Axmed sidana shar iyo khayr bin lama joogi karo weli mana waxa lay leeyihiin waa dambiyiire marka Mustafa awood buuxda la siiyay way noo basbaaseeyeen waxaanu u shubeen baasiin qaj wata anagu waan dhaleecaynay oo waxaad is eryanay ha lagu kala cabsada meesha dadka shacabka ha dulmiin laakiin daalimiintu ha cabsadaan oo ninka jooga maanta Dubai iyo Turkiga naxnin ha soo gaadho maxaa lagu sameynayaa gudahaagii maal la wareegayaa maxaa talab ganacsigaagaasa meesha ku qabsoonaa ma yaa la fashilin doonaa talo guryaha meesha ku lahayd inay cabsi gasho laakiin ninkii hadduu aaminay inuu jigjiga ku noqdo waa dhimarka Mustafa anaga saar rimnay way noo sameeyeen way noo basbaaseeyeen barina Mustafa ma tagayo cid tagtay meesha ma jiro ina shida waxaan ka qoray barina Mustafa ma tagayo ha 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 iga qor ha hey hadda goor markuu cabsi joogay ee waxa jira nin baa ka hadlay meel buu ka hadlay dadkii wuxuu arkiisay waa cabsi jeel ogaa lagu calaabayo dadka sida loo dhaqmayo gaashaamo wixii ka dhacay dadku wuxuu ilaa atiis waa Ethiopia oo ka arxan darar Ethiopia maanta boo shir buu ka hadlay kuwi al abu Ethiopia akka haye buu dii kari taaso ma yahay buu kuwi al abu Ethiopia akka yeesu oo ku wada Ethiopia arxan darar oo xanuun badan ayuu ku wada marka awood laha uu fahmay qof kale laakiin isagu wuxuu ka wada xanuun kulaa maanta Cabdi baa nimankii intii la qeylay u sheegay oo ninkii wuxuu ka wada Ethiopia akka arxan darada iyo dibkan wadno waa loo yeeray kuwaalimid waxa la yiri wariyahay noo ku sii maxaa ka wada Ethiopia akka markaas uu ku yiri ee waa tii ertii ka soo adkaatay ee Soomaalida ka adkaatay ee oo bilaab ka adkaatay ee oo naag ka adkaatay ku ormada haddii ka wada abu marka waxa weey anigu waxa ku leeyahay ala xal Ethiopia akka bari wax laga filan waxa weeyaan marka Mustafa Barri anigu boqolkiiba boqol walaal dawa siyaasad waa loo yeeri kara qaawadana loo yeeri kara qaawadana u bixi kara laakiin anigu saan xog ku hayo qofna iigama dhawo Mustafa saan xog ku hayo ma tagay Barri intaas aan ku leeyahay laakiin Ethiopia waa Ethiopia anigu waxaan amsanahay Ethiopia waa Ethiopia Ethiopia waa Ethiopia Ethiopia laakiin waa xuruuda sidii hore maaha tikreeda ilaahada lagu dhici laayahay innagu aan isdifaacno Ethiopia way xorowday oo gobol oo xamaara ismaamulayso oo tikreeda ilaa hadda lagu dhici laayahay hubkoodi baa la qabsan laayahay marka innagu niyoyna isduleyn innagu inaga isduleyna daahir oo intaas ku leeyahay maamulka oromada ee tigreeda ee xamaarada sidoodi ay TPLF ku ahaadaan kubishaa dadku wax dhibka geysanay ay joogan maamulka Soomaalida aad aaminsantahay inay baxaan wixii abdi gara shaqeynayso laba dhig kar Soomaali lafteedu dibashinu baahan tahay wax adkaysan waa degdeg ma jirin markii oromada ay mudaharaadaysay xamaara lagaga mudaharaadin markay oromada mudaharaadaysay dhibub lagaga mudaharaadin killerkeenu wuxuu sameeyay tikree ayuu ahaa dadka tikreegu dadkooda mayna lahayn ninkii tikreega ahaa dadka ka meesha dadkan la qabanayay ay dhibaatooyin ka geysanayeen waa oromiya iyo Soomaalida waqtigii la mudaharaadayay inay dadkan mudaharaadaan ninkan hadda jooga ee oromada ayaa u fasaxay dhibaato uu geystay laakiin ninkii horbooday baa waa la xili kari waayay xita istaafkiisa lagu dhici kari waayo Ethiopia oo jirta oo xayla Maryan da salamkii uu joogo yaa la xiri kari waay ninka oo la isku dayay in la xiro oo la isku dayay in la xiro dadkiisa isaga fasaxay mudaharaad uu yiri ninkii awoodan siiyay shacabkiisa isagu ahaa Cabdi laakiin hor taagnaa oo orama dhawn buu lahaa oo orama waxay xaq u lahayd Ethiopia markay kaga takhalustay dadkii dhabar jabinayay ee ku mudaharaadayay ee lacagta tikeega siinayay Cabdi keenu bi jawaabdee kan ku wada socday Ethiopia wax ka rabay Ethiopia ku socday laakiin wax aflagaadeenaya jawaari baa la aflagaadeenayo orama la caayay cid kasta la caayay markay mudaharaadeen waad ogeyd dhibaatooyinka lagu sameeyay jigjiga xitaa in laga in ka raafay in ilay marka deegaankeenu oromiya dhabar jabinay markuu Cabdi ilay joogay marka ninka dhabuubka
ee madaxweynaha dhawuubta ah ama binishaagul gumus ah ama hereeriyinta ah dadkoodii dhib kumayna samaynin, jeel umayna samaynin, waxa yahay dhiigta iyo federaalku sameynayeen mooye shaqsiyan mayna u samaynin, tikraagu dadkooda ma ayna dhibaato iyo waxba gaarsiinin. Marka seedu simi kartaa nin dadkiisa ilaan inagu haysanay ee shacabkeenna haysta, shacabka tikraagu madaxweynahoodu dhib kumuna samaynno ma haystaan, marka sideed u simi kartaa nin shacabkiisu cunayay iyo nin shacabkiisu u qaraab tagay oo dad kale wax uga soo qaaday? Way hay wariye ciid cabdiwaahid saalo masantahay waya waxaan soo qabanayaa aad iyo aad baan mahadsantahay hayeen ala assalaamu calaykum way hay hadda ka gaaro hal iyo labo ayaan soo qabanayaa waa Cabdirasaaq Daahir ayaan iminka doonay haduu iga qabto isagoo suwaa nin war badan dhulkaas war buu ka hayaa Cabdirasaaq Daahir way hay حمسة محمد واكب بحيي كومن جرى قدك واي هاي انتاس الماكس شاكد وجيك ورا كسو قبقبيو marka aan kulmi doonaa si gaar ah u falqayn doonaa arrimahan ina cala shucaane waa soo gelinaya dadka live aan ku casuumaya mar dhaweeyta ma taqaan arrinta ka wada hadalnay waana diyaar waxa weeye ninkii ilka casa ama ilka casana waa kenya bartana kenyasna wuu hadli doonaa cabdixakiin cigaal waa rabay inaan ma taqaanaa aan wareysto laakiin uma suurtagelay sida i muuqato oo waa xiran yahay waxa weeye dadka kasoo jeeda galmudug meel laada bandirqaali degmo laada ayaa la sameeyey dhulkana waxaa laga dhigay free meel strategy ku taala waa dhul qurux badan oo uduga ceelashii biyahana meesha iska durduraya dhulka marka ku dhifato waa soo baxayaan waa beeraley qofka u baahan guddiga ayaa soo geli doona videoga laga soo duuba deegaanka iyo dhismaha ka socda beerooyinka laga dhisayo kaalay imow galmudug dhul cagaaran qaado guri ka dhiso waa billaahi tawfiiq dad asoo dabashiga geedaha maruxdo inay ciyaarsiiso alla Ethiopia adka.